السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبا طلاب الصف الرابع الابتدائي، مع لقاء جديد من لقاءات مادة اللغة العربية. من خلال الصورة التي تظهر أمامكم، عن أي شيء تتوقعون موضوع الدرس؟ برافو مريم عادل وجنى، فعلا درس اليوم عن نور القمر. مؤمن أحمد، برافو. درس نور القمر للشاعر دكتور معاطي نصر. يجب أن نحفظ اسم الشاعر لأنه قد يكون موضع سؤال في الامتحان. نور القمر للشاعر دكتور معاطي نصر. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. جنى أحمد، ممكن تقرأ الدرس؟ أحببت نورك يا قمر فوق أحببت تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في السفر، بدر أنت لألأك كالدرر كالدرر، كالدرر. وسط الضج يهدي البشر، في نهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. شكرا، أحسنتي.
كريمان طارق، كارما طارق، كارما طارق ممكن تقرأ. مش فاكر. أحببت نورك يا قمر فأقرب تحت الشجر في الربا روضة فوق الربا، فوق الربا. في روضة أو شاطئ في نزهة أو في صخر بدلا تلالا كالذرة وسط الدجى يهدي البشر وسط لنهض الدجى بنفس اللحظة يهدي لنا أحلى الصور كم صرنا يهدي طول النظر كم صر كم سرنا طول النظر كم سرنا ضوء القمر. أحسنتي. أيتن أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر في نزهة في روضة أو شاطئ في نزهة أو في سفر بدر تلألأ كالدرور وسط الدجى يهدي البشر في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور كم سرنا طول النظر كم سرنا ضوء القمر. ممتازة، أحسنت. في البيت الأول أحببت نورك يا قمر، المراد بالنور الضوء، المراد بنور القمر ضوء القمر. يقول الشاعر أنه يحب ضوء القمر. جمع قمر أقمار، جمع قمر أقمار. ماذا أحب الشاعر؟ ماذا أحب الشاعر يا شباب؟ أحب نور القمر. ممتازة، أحسنت. طيب اقفل المايك ونكتب في الشات أحب نور القمر. ممتاز، برافو برافو. في أحببت نورك يا قمر تعبير جميل، حيث تخيل الشاعر القمر إنسانا فناداه. في التعبير هنا في يا قمر تعبير جميل، حيث تخيل الشاعر القمر إنسانا فناداه. فوق الربا تحت الشجر، الربا مفردها الربوة وهي المكان المرتفع. هذه الكلمة مهمة جدا، كلمة الربا مفردها الربوة وهي المكان المرتفع. في روضة أو شاطئ، روضة حديقة أو بستان، معنى الروضة الحديقة والبستان وجمعها روضات ورياض. جمع شاطئ شواطئ وشطآن. في نزهات أو في سفر، نزهة الخروج للترويع عن النفس والجمع نزهات. سفر جمع سفر أسفار. ما الأماكن التي يحب الشاعر فيها ضوء القمر؟ ما الأماكن التي يحب الشاعر فيها ضوء القمر؟ تحت الشجر، شاطئ، روضة أو شاطئ. ها، ماذا أيضا؟ الأماكن يا شباب، فوق الربا، تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر. بين فوق وتحت تضاد، وهذا التضاد يقوي المعنى ويوضحه. ننتقل إلى بيت آخر. بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. بدر هو إيه؟ القمر ليلة اكتماله، أي عندما يظهر القمر بدر، ويكون في
في أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. جمع بدر بدور وأبدار. تلألأ بمعنى لمع، تلألأ لمع. الدرر مفردها الدرة وهي اللؤلؤة الكبيرة. وسط الدجى، الدجى سواد الليل وظلمته، ومفردها الدجية. الدجى هو سواد الليل وظلمته ومفردها الدجية. ومضادها الأنوار. كلمة يهدي بمعنى يرشد والمضاد يضل. نلاحظ هنا الفرق بين يهدي ويهدي. يهدي بمعنى يرشد ومضادها يضل. بما شبه الشاعر القمر. نكتب يا شباب بما شبه الشاعر القمر. برافو مريم أحمد. الأخرى بمعنى يعطي فعلا يهدي. نعم، ها برافو كارما، برافو مؤمن أحمد، برافو. يبقى شبه الشاعر القمر بالدرر أو بالدرة أو باللؤلؤة الكبيرة. وفيها تعبير جميل حيث شبه الشاعر البدر باللآلئ الكبيرة اللامعة. ما فائدة القمر للبشر؟ ما فائدة القمر للبشر؟ أو ما فضل القمر على البشر؟ ما فضل القمر على البشر؟ أو ما فائدة القمر للبشر؟ ينير الظلام، ينير الطريق، أحسنتم. يبقى يرشد البشر في الليل. وفيها تعبير جميل حيث شبه البدر بإنسان يرشد البشر. شبه البدر أو القمر بإنسان يرشد البشر. بين تلألأ والدجى تضاد، وهذا التضاد يقوي المعنى ويوضحه. في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور. جمع النهر أنهار. جمع النهر الأنهار. جمع لوحة لوحات. ماذا يرسم القمر؟ ماذا يرسم القمر؟ ماذا يرسم القمر؟ لوحة، رائع، أحسنت. أين يرسم القمر؟ يرسم في النهر. وفي تعبير جميل حيث تخيل الشاعر القمر فنانا يرسم لوحة فنية رائعة لصورته، أي لصورة القمر على صفحة الماء، يعني على وجه الماء. يهدي بمعنى يعطي ويقدم، ومضادها يأخذ. أحلى بمعنى أجمل وأحسن، ومضادها أسوأ وأقبح. مفرد الصور الصورة. ماذا يهدي لنا القمر؟ ماذا يهدي لنا القمر؟
أحلى الصور، رائع، برافو برافو. وفي تعبير جميل، حيث تخيل الشاعر القمر إنسانا يقدم هدية للبشر. ننتقل إلى بيت آخر. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. كلمة سرنا بمعنى أسعدنا، السرور يعني السعادة، سرنا أسعدنا، مضادها أحزننا. كم سرنا أي كم أسعدنا، ما الذي يسعدنا؟ طول النظر إلى ضوء القمر. يبقى هنا يذكر الشاعر تأثير ضوء القمر على البشر، يؤثر في نفسية البشر فيسبب لهم السعادة. مضاد طول قصر، مضاد طول قصر. جمع النظر الأنظار، جمع النظر الأنظار. جمع ضوء أضواء، جمع ضوء أضواء، ومضادها ظلام. ما أثر ضوء القمر على الناس؟ أثر ضوء القمر على الناس، السعادة. برافو مريم عادل، برافو. تكرار كم سرنا، هذا التكرار يفيد التأكيد على السعادة. ماذا أفاد تكرار كم سرنا؟ يؤكد على السعادة، تأكيد السعادة. شباب، حد عنده سؤال في الدرس نور القمر؟ اللي عنده سؤال يا شباب يفتح المايك ويسأل. جانا رمضان، ممكن تفتح المايك دلوقتي؟ طب الصوت واضح يا شباب؟ طب اللي عنده سؤال ممكن يفتح المايك يا شباب ويسأل.